فمع منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نتحدث الليلة بحول الله عز وجل عن منزلة السماع. والسماع له معنيان: سماع رباني رحماني، وهذا موضوع حديثنا، وسماع شيطاني لا علاقة له بديننا فليس مجال حديثنا. وإنما الذي نعرج عليه من السماع الشيطاني التعريف العام، لأنه لا بد للإنسان أن يعرف الشر مخافة أن يلحقه. وقد اعتبر المحققون السماع رتبة ودرجة ومنزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل. ولا شك أن الذين تحدثوا عن السماع في طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إنما تحدثوا عنه باعتباره مغذيا روحيا للسائر، إذ يقصد عبادة ربه سبحانه وتعالى. وقد أخذوا ذلك من قوله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا، كما أخذوه أيضا من قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الآية. ومن هاهنا يمكن أن نتحدث عن السماع من خلال شقين أو بعدين في معناه التعبدي السلوكي التربوي. وأما السماع الآخر الذي يبعد عن الله فمثل قوله سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أيضا. فكل لغو إذا سمع أدى بصاحبه إلى الركود والفتور في طريق العبادة والتعلق بغير ما يرضي الله عز وجل. كل سماع هذا شأنه فشره أكثر من خيره. لكن لنبدأ إذن بالذي ينبغي للمؤمن أن يدخله في هذا المعنى، معنى السماع. السماع الأول الذي ذكره الله عز وجل في أواخر سورة البقرة مما أشرنا قبل، وقالوا سمعنا وأطعنا، له رتبة تعبدية وله دلالة عظيمة في الدين. والسماع الآخر الذي ذكر في السماع والاستماع، أو بمعنى الاستماع والإنصات للقرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، له رتبة أخرى وبعد آخر في المجال التعبدي، وله أثر عجيب أيضا في المجال التربوي. وكلاهما يصب في نهاية المطاف في بحر واحد، بحر الحب لله وفي الله. فأما الأول وقالوا سمعنا وأطعنا، فالسماع هنا يقوم أساسا على معنى التسليم لله الواحد القهار، ويقوم على معنى نفي الاعتراض على الله. وهذا عجيب، من أعجب ومن ألطف المعاني التي ينبغي للمؤمن أن يحصلها إن كان من المحبين فعلا، عدم الاعتراض. ولذلك الكفار اليهود بنو إسرائيل قالوا لله عز وجل حينما حدثوا موسى: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقالوا سمعنا وعصينا، فإذن كاين رفض: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما كاينش حتى تقارب، كاين تناقض وتنافر. ولكن الله عز وجل كان يربي الصحابة الكرام على عينه ووحيه سبحانه، فحينما أنزل قوله عز وجل في أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقل أمرها على الصحابة الكرام، لأنهم فهموا واحد المعنى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. هذا جواب الشرط، وجواب الشرط كيعطي اللزوم، بمعنى اللي فكر في شي حاجة في مخه سواء قالها ولا ما قالهاش لازم يحسب الله تعالى عليها. هذا المعنى الظاهر ديال العبارة، أو الدلالة العبارية للآية كما يقول علماء أصول الفقه، الدلالة العبارية. العبارة الحرفية كتعطي هذا المعنى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
كما درت يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دل هذا دلالة واضحة عبارية ظاهرة على أن الله قد يعذب الإنسان بما يجول في خاطره من أفكار وهواجس وخواطر مما لا يرضي الله عز وجل. هذه الدلالة ظاهرة ديال الآية. شكون فينا اللي يقدر يقول أنا عمر الوساوس الشيطانية ما تدوز في خاطري؟ حتى واحد. إنما بنادم لما كيلقي له الشيطان في الدين ديالو في القلب ديالو الشر، المؤمن كيقول أعوذ بالله وما يخليهاش تخرج لا بالقول ولا بالفعل. أما أنه يحارب الخواطر الشيطانية أن تقع بقلبه فهو مستحيل، ما يمكنش، ومن زعم ذلك فهو كذاب، غير ممكن. إذن هذا مشكل. الصحابة فزعوا وجاوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم بغوا يقولوا له، ولكن نوع من الاستدراك، يعني يا رسول الله احنا بغينا نطبقوا، ولكن هذه راها صعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا، ردوا البال، عنده يوقع لكم بحال بني إسرائيل. ياك هذه قالها الله السمع والطاعة، وربي كريم سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة من اللطائف. شنو المعنى ديالها؟ وهو أن اللي يجي من عند الله مقتضى العبودية الحقة لدى العبد أنه يقول مرحبا بها. هذه الرتبة الأولى من مراتب السماع، شيء لطيف جدا. قالوا سمعنا وأطعنا، حاشا واش نكونوا احنا بحال بني إسرائيل اللي قالوا سمعنا وعصينا. فنزل قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول وآمن المؤمنون بهذا الذي نزل وبمثله، آمنوا به، تلقوه بالإيمان بالسمع والطاعة. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي فرجت وتخفت، فخفف الله بعدم التكليف إلا بما يطاق، من بعد ما خضع العباد خضوع تعبد وخنوع وخشوع وقبول لأمر الله الكوني القدري وأمره التكليفي التشريعي، ولم يعترض أحد. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا مستوى الراقي ديال العبد الذي يسمى عبدا لله الواحد القهار فعلا، لا يعترض على ربه بإطلاق ولا يستدرك، لأن الله عليم بك وبي وبكل مسلم وبكل الناس، وعليم بإمكاناتك وعليم بضعفك، فلن يكلفك إلا ما تطيق. فأبدي إذن تقواك ووراك، وأبدي قبولك لأمر الله ورضاك به ربا، كما في الحديث: رضيت بالله ربا. الرضا التام المطلق والتلقي الفرح، المؤمن الخاشع الخاضع لكل ما جاء من عند الله الواحد القهار. هذا جمال الدين، وهذا جمال الدين، يعني جمال العلاقة الرابطة بين العبد وبين الرب سبحانه. هنالك يتجلى الجمال حقا، لأنه يقوم على المحبة الصادقة الحقة، والمحب حقا وصدقا لا يعترض على محبوبه ولا يستدرك. ولله المثل الأعلى، ولا مشحة في الأمثال. اللي بينك وبينه في المثال البشري علاقة ديال المحبة كبيرة، كما تكون بين الابن وأبيه أو والدته. بعض الأحيان الأب كيكون شيباني عيان، كيقدر يأمر الابن دياله بشي أوامر محرجة متعبة في البر، أنه كيطبق ويطبق بالشكل اللي قدر عليه. والإحسان أعلى من البر، لأن الله طلب الإحسان أولا، وبالوالدين إحسانا، منتهى الإتقان في بر الوالدين هو اللي يتسمى الإحسان. كما في العبادة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ألا تستدرك عليه، وخا الوالد راه غلط، يعني كنتكلموا في أمور ديال الدنيا، كنتكلموش في أمور الدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا شكل آخر. وخا راه غلط في بعض التقديرات الحسابية والاجتماعية، وقال لك دير هكذا ودير هكذا، زين له خاطره، لا تستدرك عليه. فذلك من تمام بر الوالدين إحسانا إليهما. هذا كيوقع لما كتكون واحد المحبة
لدى الابن لوالده أو لوالدته في واحد المرتبة عالية ما كيقدرش يسمع لوالديه ماشي لا لا راه العصيان والتمرد ما كيقدرش يسمع ليهم شي كلمة اللي يشموا فيها الريحة ديال التصحيح والاستدراك من باب المحبة ومن باب الطاعة وهما أمران متكاملان لا طاعة على الحقيقة إلا بالمحبة ولله المثل الأعلى علاقة العبد بربه أرقى وأعلى أرقى وأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيمثل الصحابة في الرحمة رحمة الله تعالى كيمثل فيها برحمة الأم بوليدها لما رأى المرأة التي تنحني على الأطفال ترضع وتلقم ثديها للأطفال هذا وذاك قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه المرأة بأطفالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام من باب التعليم والبيان وإلا فلا مجال للمقارنة ولا للقياس ولا للتمثيل إطلاقا لا مجال ولكن احنا ضعاف عقولنا ضعاف أذن لنا بمثل هذا حتى نفهم ونقارب ونقترب وإلا فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا يعني شي واحد إلا بغى يتكلم بالبلاغة والفصاحة ما يقول لنا شيء السيف أودي راه ماضي كيقطع أكثر من العصا وعارفينه كيقطع من العصا دابا هذا راه كظلم السيف تقول أودي السيف أمضى من الخنجر واخا ولكن أمضى من العصا يعني حشومة في حق السيف فهذا المعنى لا وجه للمقارنة بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين صفاته لا مجال للمقارنة بين هذه جميعا وبين فعل المخلوق وصفات المخلوق نعود إلى ما نحن فيه من قول فنذكر أن السمع والطاعة لله الواحد القهار تمام السمع والطاعة يقتضيان تمام التسليم تمام التسليم ما كنتكلموش على الله هذه ديال الاخرين نتحدث عن الاستدراك ولذلك كره ان يشكو الانسان مرضه للناس يقول لك خبارك فلان كتقول له دي عيان بيا هنا وفيا الظهر وفيا هادي وفيا هادي لم تشكي وتشتكي الى من وتشكو بمن اليس الله الذي قد اصابك بما اصابك به من بلاء فتشكو الى المخلوق فعل الخالق انت ما شعرش فعلا ولكن راه فيه ذاك المعنى ديال نوع من الاستدراك وانما اشكو واشتكي الى ربك ما الم بك من باب الدعاء اشكو اليه سبحانه وتعالى ما الم بك اشكو اليه ضعفك وما اصابك من باب الدعاء ومن باب الرجاء ومن باب الاستزاده في الرحمه وتبديل الرحمه برحمه لان المرض عافانا الله واياكم لا يكون إلا رحمة فترجوه أن يغير الرحمة برحمة سبحانه وتعالى ويغير لطفه بلطفه وتفر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفر من قدره إلى قدره نفر من قدر الله إلى قدر الله وأنت دائما تحت أمر الله تكون إذن سامعا ومستمعا ومطيعا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني في نهاية المطاف الدنيا أش ما تساوي في نهاية المطاف ما يقع فيها هاد اليامات هادي لإعلام بلدهم يبدأ يسمعوا واخا تحضي راسك تقول له ديرا نسمع الخبر نجيب الدنياش فيها من خبار تحضي راسك تتعيا كيخربقوا يعني كثرت الأخبار حول حرارة الأرض كل مرة جا الصيف بدأ يقولوا لنا ودي الأرض راها كانت حرارة كانت حرارة كانت حرارة صحيح أنه ممكن يكون كيوقع هذا الشيء بناء على فساد الإنسان وهذا الشيء اللي كيقولوا النيت حتى علماء الغرب كيقولوا دي المعامل والكيماويات والسموم اللي كيطلق الإنسان كتقب طبقات فضائية في الهواء ويؤثر ذلك على التوازن البيئي في الأرض وتشح المياه يقولوا المعارك اللي يمكن تكون في المستقبل بناء على هذه الإحصائيات اللي راه يديروا هي معارك حول المياه ولذلك الجفاف يزحفوا نحو الأراضي والتصحر يأكلوا المناطق الفلاحية والعياذ بالله ثم أيضا درجة الحرارة راه تزيد ومستوى علو المياه في البحار كيزيد لأن الطبقات الثلجية في القطبين الجنوبي والشمالي غاديين في الذوبان وخذك شي قليل ولكن مع السنوات كيبان تانا مشكلة إلى سخنة الأرض يعني ما فقت براسي حتى قلتها مشكلة وفعلا مشكلة إلى سخنة الأرض ايوا طيب وهي سخنت بعدين كاع شنو يوقع يموتوا الناس الله يرحمنا صافي يعني التأثير فعلا ديال الإعلام بعض الأحيان
لأن اليوم وغدا اليوم وغدا الواحد يخليه ويرفد واحد الهم ما رفدوا ليش الله تعالى. السمع والطاعة لأمر الله الكوني القدري، إن أذن الله بفناء الأرض فلا راد لإذنه، وإن لم يأذن يحسبوا حتى يعو. أليس الله بقدير سبحانه وبقادر سبحانه أن يخرج عكس ما يعدون وعكس ما يحصون؟ بلى، بزاف ديال المرات الطبيب كيصيفط المريض كيقول له سير تموت في الدار، كيمشي للدار كيعاود يصحاح، لأن المعطيات الحسابية المادية الطبية قالت له هذا مات، ولكن الله قال له ما ماتش. صافي، إذن عمر بنادم ما يسد الأفق ديال الغيب، لأن الغيب بيد الله عز وجل. والمقصود من كلامنا هذا أن المؤمن عليه أن يسلم الأمر كله لله، لأن خرتها كاع رجوع شامل كامل إلى الله عز وجل وإليك المصير، هذه النهاية دي الحياة المادية في الأرض، وإليك المصير. هذه العقيدة الممتازة في الدين وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالموت، عقيدة من أهم الفوائد ديالها في الدنيا، الراحة النفسية من أهم الفوائد ديال الإيمان المؤمن بالقضاء بالموت وباليوم الآخر، من أهم الفوائد ديال الدنيا. ويا كنقول خلينا من الأخروية، هذاك شيء آخر وأعظم وأحسن، ولكن كنتكلموا الآن على الحساب الدنيوي اللي راه يحسبوا به الآخرين. أهم شيء ديال النتائج ديال هذه العقيدة أن المؤمن عايش مرتاح، وحينما تضعف عقيدته في اليوم الآخر وفي الموت وفي الحساب والعقاب يصاب بالاضطراب، يولي بحاله بحال اليهود والنصارى، يصاب بالاضطراب النفسي والقلق الوجداني، ولا يستطيع أن يعيش إلا بالأقراص ووجع الراس والعياذ بالله. هذه حياته وشقاؤهم وتمزقهم الاجتماعي بسبب الأنا التي انغرست في قلوبهم فتمزقوا فردا فردا، الواحد عايش الراسه. وأنتم ترون أن مفهوم الأسرة عندهم مات بسبب التمزق الاجتماعي الذي دمر الله به بلاده. إذا أردنا أن نهلك قريتنا مرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. من أشكال التدمير قلتها وما زال نعودها، من أشكال التدمير التدمير النفسي والتدمير الاجتماعي، مشي بالضرورة حتى تشوف الزلازل وتشوف الأعاصير، هناك تدمير آخر واقع الآن بين البلاد والعباد، خاصة عند اليهود والنصارى، تدمير اجتماعي. بلادهم العياذ بالله عندهم اللي قنط ما يلقى له حبيب له قريب، ولذلك يتونسوا بالكلاب وبالقطط وبالحيوانات، يدروا أسر من الوحوش بفقدان المعنى الإنساني فيما بينهم وبين أنفسهم. أصل ذلك كله غياب الاعتقاد بالله حقا وباليوم الآخر صدقا. عقيدة الإسلامية الإخوة الكرام لها واحد النور عجيب، فضلها في الدنيا ظاهر واضح، وفضلها في الآخرة عقيدة، عقيدة نؤمن بها. يعني الفضل ديالها في الدنيا احنا نتصرف فيه دابا دابا احنا عايشين به، والفضل ديالها في الآخرة نعتقده ونؤمن به غيبا. هذا هو اللي كيخلي المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. ليكون ماشي هذه العقيدة ما يقدرش يقول سمعنا وأطعنا. علاش؟ إن تكون الدنيا عزيزة عليه، أحسن أحواله لا قال سمعنا يقول ولكن، ولكن كيقول سمعنا وأطعنا لأنه عارف ما عنده ما يخسر في الدنيا، ما عنده ما يخسر، الكل لله وإليه المصير، وإنما الخسارة الحقة والعياذ بالله من خسر أخراه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قلنا منزلة السماع، هاد المنزلة بالمعنى الشرعي ديالها الحقة، والسماع الحق حينما تسمع من تمام الطاعة وكمال الاستجابة لله الواحد القاهر، حينما تسمع. وقالوا سمعنا وأطعنا، فإذا سمعت حقا اهتديت، اللي سمع اهتدى، كما قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. العقيدة الإسلامية أخذوها في سماع، إنا سمعنا، سمعوا، فلما كانت الآذان لها قابلية للأخذ وللإصغاء انطبع المسموع في القلب وصار عقيدة حية عند الجن كما عند الإنس ممن سمع حقا. فإذا السماع إن كان حقيقيا كان سبيلا إلى الهدى والتقى والطاعة الكاملة بإذن الله التامة. وقالوا سمعنا وأطعنا، وإن لم يكن هذا السماع كاملا كانت الطاعة ناقصة،
وإن لم يكن سماعنا البتة لم تكن الطاعة البتة. ومن هنا إذن كانت منزلة السماع لمن أراد أن يكتسبها، وهي من المكاسب، كانت رتبة إنما تتحقق لدى العبد بتحقيق ثقته بالله أولا. الثقة بالله وفي الله أولا، لنتعلم أن نثق بربنا إذ يحدثنا ويكلمنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم باللفظ، ومن خلال السنة النبوية بالرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كتحصل الثقة ديال العبد بربه، فإنه إذا استمع إلى القرآن وجد أن الله عز وجل يكلمه ويناجيه. وهذا هو المعنى الثاني الذي نريد أن نخلص إليه من معاني السماع في منزلة السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع إلى القرآن بغض النظر عن تدبره، غير تسمع القرآن الكريم، له أثر عجيب، أثر عجيب وغريب. أولا قبل أن نتحدث عن هذه الآثار، لنلحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرتب لقارئ القرآن عن كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان أيضا في حديث عائشة الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق، وهو عليه شاق، كان له أجران، أجر على القراءة حاله بحال هذاك لكل حرفين أجرون، وأجر آخر على المشقة والتعب الذي يجده في قراءة ما لا يحسن. وفي جميع الأحوال الأول والثاني ليس مقصودا بترتيب الأجر ها هنا بالقصد الأول ما يقع من تدبر للمعنى، لا، ماشي هذا هو المقصود. المقصود أساسا هو التلاوة بالقصد الأول، والمعنى جاي هنا بالدرجة الثانية، وكاين المواضيع اللي كيكون المعنى مطلوب بالدرجة الأولى والتلاوة بالدرجة الثانية، ولكن هذه تلاوة، تلاوة قراءة. مما دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الحديث عندنا الغرض بجوج كلمات: يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فالتلاوة هي مجرد نطق بأحرف القرآن وكلمات القرآن، والمدارسة هي استخبار القرآن من تعلم لعلمه والتدبر لأمره ونهيه. بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن التلاوة مجرد التلاوة، النطق بألفاظ القرآن وبكلمات القرآن، والاستماع والإنصات إلى كلمات القرآن من حيث هي كلمات بغض النظر عن المعاني، هذا أمر تعبدي مأجور عليه. ومن هنا خالف القرآن السنة. هنا كاين خلاف بين القرآن والسنة في هذا الكلام، ما كاين شيء في الحديث، ولم يرد أنه تقرأ الحديث عندك بكل حرف حسنة، لا، القرآن بكل حرف حسنة. لما؟ باين، لأن القرآن كلام الله لفظا لفظا ومعنى معنى، أما الحديث فهو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا، إن صح اللفظ، لأنك يقدر يصح المعنى ويصح اللفظ. وقد أجيز رواية الحديث بالمعنى من زمان الصحابة رضي الله عنهم وهو ثابت في الصحيح، ما عندكش ضمانة قاطعة أن هذا الكلام حرفيا في الحديث الصحيح تحدث حديث صحيح، عندكش ضمانة ديال 100% أن الحديث الصحيح بهذه الألفاظ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العراقي في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر القطع والمعتمد. أبيات، يعني يقصدون بقولهم حديث صحيح يعني ظاهره، يعني 99% كتبقى لك 1% ديال نقل الحديث بالمعنى. وحتى ولو نقل باللفظ على سبيل التواتر فلا يترتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر ما يترتب في كتاب الله، لأن هذا كراه كلام الله، كلام رب الكون هو وحده دون سواه يقرأ في الصلاة. ما كان صليوا شيء بالحديث، كان صليوا بالقرآن. وتأملوا واحد الحكم فقهي عجيب هنا، إجماع العلماء إجماعا تاما شاملا على أن صلاة المصلي لا تجزئه إلا بقراءة سورة الفاتحة، وهذا طبعا هو إجماع الحديث صحيح، كيعطي متانة للحكم الشرعي. فين النازلة عندنا اللي بغينا نجبدو منها المعنى؟ افرض أن عجميا نصراني كان من قبل أسلم
فرنساوي ولا انجليزي ولا امريكاني ولا ياباني، ما يعرف العربية ولا كلمة واحدة. البركة اللي وصلته ديال الإسلام وصلته بلغته، ومع ذلك اهتدى، ومثل هذا موجود ومعروف. وخصو يصلي بالسيف عليه، خصو يحفظ سورة الفاتحة، يدبر معاه على الأقل سورة الفاتحة خصو يحفظها. طيب، حينما يقرأ القرآن من خلال سورة الفاتحة، يعني يقرأ سورة الفاتحة، ألا يترتب له هو أيضا بكل حرف حسنة؟ تهوى عنده كل حرف حسنة والمعنى ما سيقل خبر. إذن من جاء الأجر؟ من الكلمات، من الصيغ، من اللغة القرآنية، من الأحرف المباركة التي نطق الله بها عز وجل من قبل من كلام الله. إذن كلام الله عز وجل فيه بركة في ألفاظه بغض النظر عن المعنى، المعنى مقطوع به، هذا ما كنت تكلموش عليه. احنا دابا غير نحققوا هذا المبدأ بعده، هو الأول أن الألفاظ القرآنية لها بركة خاصة، نور رباني كريم. نزيد نأكدوا هذا المعنى ببعض الملاحظات، غير نتأملوها وحدة وحدة نخلصوا للنتيجة ديال السماع. شكون هو الصحابي اللي قرأ سورة الفاتحة على هذاك اللديغ؟ حكينا مرة أخرى القصة ديال الصحابة اللي كانوا مسافرين وغادين في الصحراء، وطلبوا الضيافة لدى بعض الأعراب، شي وحدين دايرين الخيام ديالهم في البادية، ونزلوا عليهم دوك الصحابة قالوا لهم ضيف الله، ما بغوش يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم. شاو الصحابة نزلوا قريب منهم في مكان آخر، ما جلسوش معهم. شوية الله عز وجل سلط واحد الحية، عافانا الله وإياكم، على شيخ القبيلة ديال دوك الأعراب، عضته الحية. فجاء أهل القبيلة إلى الصحابة ينادي مناديهم ويقول هل فيكم من راق؟ واش كاين شي واحد فيكم اللي كيعالج شي طبيب؟ أحد الصحابي من بين الصحابة قال له أنا. ناضم مشال عند شيخ القبيلة ووضع يده على مكان اللدغي وقرأ عليه سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السورة. فشوفي بإذن الله شنو النتائج اللي عندنا هنا. أولا هذاك الأعرابي كافر، ما سيق شيء، هو خبر الفاتحة، هو كلام الله ولا ماشي كلام الله، وقع ما مسوق هذاك السوق. ها واحد. اثنين، هو بالنسبة لي لأول مرة كيسمع ذاك الكلام إن سامعه، لأنه وراه ملدوغ ما يكون عنده الخاطر ديال السمع. فمن سامع من بدن الأعرابي كلام الله، سامع السم وسامع البدن والجلد والدم، سمع كلام الله عز وجل، ماشي الجلود اللي هي كتنطق في الإنسان يوم القيامة، أنطق أنا الذي أنطق كل شيء، بلى هي تنطق. فكل شيء في الكون مأمور بأمر الله، يتحرك بإذن الله، يفعل بإذن الله، وينتهي بنهي الله. هذاك السم يكفي أن يقول له الله عز وجل كما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتحبس، ما بقيش تعود تزيد تخدم الطاقة اللي أعطاها ربي عز وجل. بأثر القرآن، بالألفاظ، بالقراءة القرآنية. أمر آخر لم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أن المولود أو الوليد لعجزد يؤذن له في أذنه اليمنى وتقام له الصلاة في أذنه اليسرى. بلى، كيسمع هذاك الطفل في ذيك اللحظة، كيفهم؟ ما كيفهمش. إذن من يسمع، أو بالأحرى ما يسمع من بدنه، الله أعلم، غيب، فيذكر في أذنه اسم الله. المخاطب هنالك فطرته، فطرة اللي ذكرها الله عز وجل بالمعنى وبالمفهوم في قوله سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بنادم، كل بنادم شهد على نفسه بالوحدانية لله الواحد القهار، وهم آنئذ في عالم الذر، مازال ما خلقهم الله تعالى في أجساد، ولم يبعث بعد أرواحهم في أبدان، باقين في الظهر ديال سيدنا آدم، كما في الحديث الصحيح لما خلق الله آدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ساح سبحانه وتعالى كما شاء وبما شاء بلا تعطيل ولا تشبيه، ما ساح ظهره بيده، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، بنت لسيدنا آدم، شاف ولاده كلهم وهم في عالم الذر، في عالم الغيب. هذه الأناسي الذين كانوا في عالم الذر هما اللي خطبهم الله تعالى ألست بربكم؟ وقالوا له بلى، شهدنا. قال لهم ربي وتعالى ردوا البال، يعني المعنى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هي مطبوعة في الفطرة ديال كل مولود
يتزاد من كرش مو مطبوعة في الفطرة ديالو أنه كيقول لا إله إلا الله، مطبوعة في الفطرة ديالو من اللي كان في عالم الذر في البدان ديال آدم عليه السلام أول خليقة من الإنسان في التاريخ. ولذلك نفهم بعض المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فطرة اللي كانت مطبوعة عليه من نهار شهد وأقر بالشهادة في التخاطب الذي كان بينه وبين ربه. هذه الفطرة هي اللي كتسمع القرآن في الإنسان حتى إلا ما سمعوش العقل والذهن والوعي، كتسمعوا الفطرة اللي في الإنسان فطرة. فهذاك النصراني اللي يسلم أو الفرنسي اللي يسلم وما عارف العربية، هو الوعي دياله ما ساق الخبر للمعاني، ولكن الفطرة دياله ساقت الخبر، فتجده أحيانا يبكي لسماع القرآن وهو لا يدري لما. كتقول له واش كتفهم؟ كيقول لك ما كنفهمش. وسئل أحدهم في الديار المصرية في القرن الماضي كان ينصت إلى القرآن وهو كافر أوروبي ما مسلم شيء، سمع القرآن مجودين يرطلوا القرآن ويجودوا، فبكى تعجبوا قالوا ليه أوي يبكيك ولا تؤمن به، كتبكي القرآن وانت ما مأمنش به؟ قال لهم أبكاني الشجاع، يعني ذاك الصوت الحنين هذا الحزن، قالوا ودي قلبي حزن ما عرفتش، الشجاع أبكاني الشجاع، يعني سمع القرآن وجهل بكى، يعني هو لا يدري لما ما عرفش، ولو تدبر لعليم فطرته التي جعلته يبكي. إذ سمعت، ماذا سمعت؟ سمعت ما تعلم، ماشي شي حاجة اللي راه غريبة عليها، كتسمع واحد الكلام كتقول ودي هذا فايت سمعوا، يعني في المعنى العام فايت سمعوا أي فايت سمع كلام الله عز وجل من قبل حينما قال له. لذلك النصراني ألست بربكم؟ وهو قال مع الناس بلى، قالوا بلى شهدنا، حتى هو قالها ما كاينش اللي ما قالهاش. ولذلك لا يكفر الكافر إلا عن جحود، لو أنصت كل إنسان إلى فطرته لوجد نداء الفطرة في قلبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنصات إذن والاستماع إلى القرآن الكريم له أثر غريب على النفس، عجيب عجيب. وهذه رتبة من رتب السماع ودرجة من منزلة السماع، أن ينصت الإنسان وأن يستمع إلى القرآن وهو يتلى وهو يجود وهو يرتل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره، قال له أو أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال له إني أحب أن أسمعه من غيري. اسمع حتى هو يحب أن يسمع القرآن، شفاء ودواء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمع إلى القرآن بكى عليه الصلاة والسلام. والحديث ديال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ديال أبو موسى الأشعري من ألطف الأحاديث في هذا المعنى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايز سمع أبو موسى الأشعري يرتل القرآن ويجوده بتلحين لطيف من التلاحين القرآنية الربانية، وعجبوا النبي صلى الله عليه وسلم الأداء ديال أبو موسى الأشعري، استمع وأنصت عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في الغداء قال الصحابة لقد أوتي، يحكي على أبو موسى، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومشي هي النفار ولا الغيطة مزمار اطلاقا. المقصود بالمزامير هنا الأذكار والتلاحين التعبدية والتراتيل التي كانت لدى داود من الزبور ومن الذكر الذي أوتيه داود، فكان إذا رتل ترتيله اجتمعت عليه الطيور ورقت إليه الجبال، كما بينا في اللقاءات السابقة، يا جبال أوبي معه والطير، شيء عجيب جدا. فلذلك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أبا موسى والصحابة والأمة بعده أن أبا موسى إذا رتل القرآن فإن الكائنات الأخرى هي أيضا تنصت، كما كانت الطير والجبال تنصت لداود. وهذه المناسبة ديال ذكر الطير والجبال ماشي عشوائية، علاش ربي عز وجل اختار الجبال والطيور؟ من لطائف ذلك، من لطائفه أن الطير هو من أرق المخلوقات عاطفة، طير من أرق يعني حنين بزاف في المخلوقات، جمع المخلوقات كي تبغي ما تلقاش حد من المخلوقات كتر ما حنا من الطير. ولذلك حتى بنادم في العرب عند العرب وفي الحديث وفي القرآن، وإنما القرآن نزل بلغة العرب، من اللي كيبغي يتكلم على الإنسان في جانب المحنة كيشبهه بالطير، كما قال في أمره عز وجل لرسول الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
واش النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جناح؟ هذا تشبيه، هذه استعارة لطيفة جميلة، يعني قال له دير بحال الطير ملي كيحن على ولاده. شوف الحمايم ملي كيكونوا يطعموا ولاده، كيفاش الحمام يرخي جناحه على ولاده والفريخ كيرخي جناحه تحت بواه أو تحت أمه، دلالة على الرحمة والعاطفة. والحمامة أو أي طير من اللي يكون حاضن على الفراخ ديالو، وكثير من الطيور شاهدناه وجربناه وعيشناه في طفولتنا، من اللي تجي لشي إمامة، من اللي إمام، وهذا الشيء كان في الطفولة ديالنا، كان نفزعوا من العش، سبحان الله كيطير ولكن مع الأرض كيقدرش يطير عليه، هارب من بيضو خايف على راسه، ولكن بحال لا قلعت له القلب ديالو، كيبقى غادي مع الأرض محن إمامة أو أي طير من الطيور. شيء عجيب جدا في العاطفة ديال الطير، كبد الطير وقلوب الطير من ألطف المخلوقات في العاطفة على الإطلاق. جاب ربي عز وجل ألطف المخلوقات عاطفة في الواقع وفي الوعي الثقافي واللغوي ديال الناس، وبالمقابل جاب أقسى المخلوقات وأصلب المخلوقات في الظاهر قوة وجلدا. صبر، جبل من الطرف إلى الطرف، من الألطف إلى الأقسى، جباه صخور وشموخ علو. فكأن الخطاب يمضي إلى أن ذكر الله وذكر اسم الله كل شيء يبكي له، من اللطيف إلى الصلبي. ولذلك لما نبغيو نشبهه كما كان نشبهه الرحمة في بنادم بالطير، ملي كان نبغيو نشبهه القساوة ديال القلب في بنادم كنشبهها بالحجر وبالجبل، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: وإن من الحجارة لما يتشقق منه الأنهار، يعني فهي كالحجارة أو شد قسوة. علاش ربي شبه قلوبهم بالحجارة؟ لأن فعلا الحجارة قاسية صلبة، فلما نبغي نشبه القاسي كيمشي عقلك للحجر، ولما تبغي تشبه اللطيف كيمشي عقلك للطير. فجاء الله عز وجل بهذين المتناقضين، أنهما معا إذا استمع إلى الذكر أصيب بالخشوع والبكاء وترديد التسابيح والأذكار، كما وقع لداود عليه السلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ماشي زعم الزمارة طبعا، هذا المعنى، أن قراءته يخشع لها الطير وتخشع لها الجبال وتخشع له ما بين الطير والجبال من البحار والأشجار والأنهار إلى آخره مما تتصوره من الكائنات. حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه اللي كان يقرأ القرآن بالليل فرأى كالقناديل في السماء، انتبه إلى ذلك من خلال حصانه، كالربط الخيل دياله، الصحابة نسوه وبقى فايق صار يقرأ القرآن الكريم، شوية شاف الخيل العود دياله ما بقاش شد بلاصته، يجول يمشي ويجي حلا بغي يتفلت من الرباط دياله، فقال ماله، هز رسول السماء ويشوف كالقناديل، حل القناديل ديال النور مدلية تقترب وتقترب، فكأنه فزع فسكت، وذاك النور اللي شافه نزل عاود شافه طالع غادي غادي حتى مشى في حاله، فعجب. فذكر ذلك الغداة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذيك الملائكة سمعت الذكر فلانت تستمع إليك. قال له: ليكون بقيت كتقرأ لبقيت كذلك إلى الصبح. هذيك الملائكة، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. القرآن الكريم سماعا وتسميعا واستماعا وإنصاتا له آثر عجيب في النفس وفي البدن وفي كل شيء. من الآثار البدنية ديال القرآن ما ذكر في الصلاة، في صلاة الليل خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم وصى المسلمين واحد لمرة قال لهم: عليكم بصلاة الليل، يوصيهم بصلاة الليل. فذكر من بين فوائدها أنها مطردة للإثم ودأب الصالحين قبلكم، يعني العادة ديال الأنبياء الصالحين والصديقين من قبل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ومطردة للداء عن الجسد. مطردة على وزن مفعلة، يعني كتجري بقوة وبمبالغة كتجري على المرض. قال: من الجسد، من البدن، باش ما يجيكش البال فقط، راه يعني الصلاة كتعالج الجانب النفسي، كتعالج الجانب النفسي وتعالج أيضا إن آذن الله الجانب المادي من الإنسان البدن. وما في صلاة الليل شنو فيها؟ فيها القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ حزبه من القرآن قائما لله مصليا، كان يشد صور الطوال ويمشي الليل كامل معهم،
قارئا للقرآن الكريم، حتى إذا ركع ركع تحت ظلال القرآن، من بعد ما كيعمر القلب ديال المؤمن بالإيمان الذي استفاده من القرآن، يركع كما يركع العرجون المتدلي ثقلا بالتمور. يعني العرجون ديال النخلة إلى عمر بالتمر كيميل كيحني كيبقاش مهزوز للسماء. فكذلك المؤمن حينما يمتلئ قلبه بالإيمان قراءة للقرآن كيحني يميل ينحني خاشعا خاضعا لله، ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ، فيركع ويسجد وهو سائر إلى الله عز وجل محملا بأثقال عجيبة من ثمار وفواكه القرآن الكريم. قرأ واسمع، هو يقرأ ويستمع لنفسه وينصت لنفسه، وهو مشاهد ومجرب أيضا حينما تنصت لغيرك، حينما تجلس في مجلس سواء سمعت من بنادم مباشرة أو بآلة. الله عز وجل يسر لهذه الأمة وفي هذا الزمان طرق السماع للخير بشكل غريب. ابن القيم رحمه الله ذكر واحد الكلمة عجيبة في السماع، قال: لا يجتمع سماع القرآن في قلب وسماع الغناء إلا طرد أحدهما الآخر. شيء عجيب جدا، يعني واحد كيتصنط للغناء النص ويتصنط للقرآن النص، غادي توقع له معركة في قلبه، وهو مشاهد ومجرب كتوقع له المعركة في قلبه، القرآن كيجبد والغناء كيجبد. لما؟ لأن هذاك سماع وهذاك سماع، هذاك من السماء علوي وهذاك من الأرض سفلي، فلا يلتقيان. الشعر مجرد الشعر اللي هو كلامه حسن إن كان حسنا ومباح، شعر حينما نزل القرآن معروف هذا في تاريخ الأدب العربي، خافت الشعر عند العرب، ضعاف ضعاف عند المسلمين وعند غير المسلمين، وهذه هي الظاهرة اللي ما كيدرسوهاش النقاد ديال الأدب العربي، كيدرسوه كيقولوا غير الشعر في الإسلام، يعني الشعر في زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت وخنساء عبد الله بن رواحة وكعب وعلي، الشعراء اللي كانوا معروفين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن زهير وهلم جرى، يقولوا ودي هاد الناس من اللي كانوا كفار كان الشعر ديالهم عالي، سلموا ضعاف الشعر ديالهم. كاين ظاهرة أخرى خصها يعني تدرس، هذا غير جبناها بالمثال ولكن احنا نستفدوا منها إيمانيا. حتى الشعر ديال الكفار اللي ما سلموش ضعاف في هذه المرحلة، لم يستمر الدفع الذي كان لدى الشعراء العرب في الجاهلية الأولى من أمثال أصحاب المعلقات، يبقوا الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علاش ما ظهروش قصائد عالية بحال كما كان عند امرئ القيس والحارث بن حليزة وعنترة بن شداد وهلم جرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد زمانه ممن لم يكن قد أسلم بعد؟ القرآن قضاء للجميع، قضاء للشاعرية ديال المسلمين وقضاء للشاعرية ديال الكفار حتى هم. العلو ديال القرآن أخرس الشياطين في الأرض وأخرس الرغبة البشرية العادية ماشي شيطانية في قول الشعر إلا قليلا قليلا. ولبيد رضي الله عنه شاعر الجاهلي المسلم مخضرم كان في الجاهلية وسلم، لما سلم الراسه دوز الواحد المدة فنظر أن لا يقول شعر، هو ما بقاش بغي يعود يقول شعر، علاش؟ عمر له القرآن قلبه، اجتمع القرآن والشعر في قلبه فطرد القرآن الشعر، يشرع لي ما بقاش قبله ولا حمله يقول اسمع. فما بالك بالمزامير الشيطانية، وما بالك بالغناء الساقط الفاحش الذي يملأ الأسواق والأسماع في هذا الزمان. المؤمن اللي سكن القرآن قلبه لما يدوز على ملكاسط ويبيع دك لسخ دياله يحضره قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أعرضوا عنه، سمعوا بحال الشتا كطيح جاف ودنك ما يمكنش تدفعوا، ولكن تما أنت العاطفة الدينية ديالك تدفع عنك ذلك البلاء. وأيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما، من امتلأ قلبه بحب القرآن لا يملأ قلبه بعد ذلك نغم، ولا نتكلم بالمعنى الجمالي إلا القرآن. وجرب اسمع الأصوات الجميلة في القرآن، اسمع الأداء الرفيع ديال القرآن، والله ثم والله ما بقيش يعمر ودنك شي مغني في الأرض إطلاقا، يكون تذا ذوق سليم. وأنا نتكلم بالمعنى الفني الآن غير يتكلموا عليه، شيء عجيب جدا حينما تنطلق الآيات الربانية من صوت المقرئ الذي زين الله صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم
قال لنا في الحديث الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله أيضا تغنوا بالقرآن، فإنه من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تزيين الصوت وتزيين القرآن بتزيين الصوت وكذلك التغني بالقرآن، كل ذلك يدل على هذا المعنى اللطيف الذي يقع في النفس إذ تتأثر بالسماع، سماع القرآن الكريم. إن القرآن كلما كان مجودا أخرجت الحروف من مخارجها، وكلما كان مرتلا بمطابقة الأصوات لحروفها، كلما كان ذلك أوقع في النفس الإنسانية، وكلما كان ذلك أعمق في الدلالة على أمر الله في الكون وفي النفس وفي المجتمع، وكلما كان ذلك أيضا أعظم أثرا في إتاحة القدرة والإمكان للإنسان في التدبر، تدبر القرآن الكريم. وكثير من الآيات سبحان الله تقراها انت الرأس ما تجيب لها خبر، وحينما تسمعها من مرتل حسن الصوت أو مجود دقيق الذوق، كأن عوالم من الكون ترتسم في دماغك وذهنك وترتبط بقلبك ارتباط مجال، يعني بحال الله يولت عندك مجال للعبادة تعبد الله من خلاله، وعمرك سبحان الله ما تنساها، تبقى عايش بها أبدا حتى تلقى الله عز وجل. من هنا إذن وجب أن نحرص على انتقاء الأصوات اللطيفة الحسنة لسماع القرآن الكريم والإنصات إليه. راه واحد النعمة كبيرة أن الإنسان تكون عنده أذواق الذوق بها كلام الله سبحانه وتعالى، فذلك من منشطات السير، لأن السابقين تحدثوا عن منزلة السماع من حيث هي تفيد المؤمن وتنشطه في سيره إلى الله عز وجل. كتقل عليك الملل الاجتماعي والنفسي اللي يصيب الإنسان أحيانا ويتقل عليه العبادة، حينما تسمع مثل هذا تنشط مرة أخرى للعبادة، وتتوقد عاطفتك من بعد فترة ومن بعد فتور. خاتمة الكلام عن هذه المنزلة أنها صفة سمع يمكن أن تكتسب بالدربة وبالمتابعة وبالإصرار، لأن المحب يصر على التقرب من المحبوب، وغادي تكتشف بإذن الله، لأن مسألة صغير اكتشاف، تكتشف جمال القرآن، فإذا اكتشفت جمال القرآن أحببته، وإذا أحببته لن تستطيع مفارقته إلى يوم القيامة، وإذا تكون من الذين استفادوا من بركة القرآن في الدنيا وبركته في الآخرة. قبل ختام مجلسنا هذا أقرأ سؤالا لأحد الإخوة تعلق بما يسميه الفقهاء ببيوع الآجال. واحد كيسول على السلعة، هذا كثير كيوقع، كيشريها بثمن إلى خلص خطرة واحدة، ويشريها بثمن زايد إلى خلص بالتقسيط. هذا إن لم تكن فيه واسطة السلف، يعني باللغة أخرى إلا ما دخلش فيه البنك جائز، ما فيه تشي مشكل، ولكن تجارة اللي كتمشي لبعض الحوانت اللي دايرين عقدة مع الأبناك وكتشري انت بالطريقة ديال الوساطة كتعمر ورقات ديال البنك، فذلك هو الربا عينه. لأنه شنو كيوقع في هذه الحالة؟ كيوقع أنه نعطيه مثال، كتمشي تشري ثلاجة في الحانوت اللي عنده علاقة مع البنك، ما نقولوا شيء سميات باش ما نحرجوا نفوسنا وما نحرجوا حتى واحد، سميات يعني ديال الشركات، كيكون حانوت عنده علاقة مع البنك، كتشري عنده ثلاجة كيعطيك تعمر الوريقات ديال البنكة، هذيك الثلاجة مثلا نفرضوا هي في السوق كتسوى 5000 درهم، أنت كتوقع على أنك شريتها ب 7000 درهم، ولكن الواقع شنو وقع؟ الواقع هو أن بالنسبة لمول الحانوت ما خداش 7000 درهم، خدا غير 5000 درهم، عطاتها له البنكة، كتعطيه البنكة 5000 درهم، وأنت كتبعك ب 7000 درهم، شنو النتيجة؟ النتيجة هي أن البنكة سلفاتك 5000 درهم، عطيتها أنت لمول الحانوت، واخا أنت ما عطيت ما قبضت. وقالت لك رد لي 7000 درهم، اعطاتك 5000 درهم وكتقول لك رد لي 7000 درهم، ها الربا هو هذا. اما الا ما كايناش الواسطه ديال البنكه منك لمول الحانوت، قال لك يا ودي الا تخلصني فوق الطبله حط لي 5000 درهم، غادي تخلصني بالشهر على 6 شهور ولا 7 شهور غتعطي لي 7000 درهم، هذا بيع جائز ما فيه حتى شي اشكال ومختلف عن الاخر. شنو وجه الخلاف؟ راه خلاف دقيق، شحال من واحد كيبان له متشابهين. هكا وقع للكفار، ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه بحال هذه هنا وقع لهم المشكل، فرق كبير. وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول علماء أصول الفقه كيقولوا هذه وأحل الله البيع وحرم الربا هي دالة على نفي التشبيه والتشابه بين البيع والربا،
لأنه البيع عمل قصد به المشاحة، يعني اشترى، ضرب على رأسك انت ونضرب على رأس لي أنا. والسلف قصد به التعبد والمكارمة. من اللي كيجي شي مؤمن كيقول لك سلفني، واش واجب عليك؟ ماشي واجب، كتعطيه لله 5000 درهم ولا مليون الفرنك كتعبد بها الله تعالى. وثابت في الحديث الصحيح أن اللي سلف شي دين أو قرض فله نصفه أجر تصدق أو كمن تصدق بنصفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا سلفت لشي واحد مليون كأنك تصدقت ب5000 درهم صدقة كاملة، مع أن وراك داير أعطيه مليون باش يرد لك مليون ديالك، وغادي يرد لك مليون ديالك، فلك أجر صدقة نصف القرض. إذن إذا كان هذا عبادة، وهو كذلك، لأن يعني الله تعالى لما تكلم على الدين تكلم عليه في سياق العبادة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالتصدق كل القرض الدين اللي تذكر في هذا المجال هذا تذكر في سياق الفقراء والتصدق. سياق كل ديال الآيات هو سياق ديال فعل الخير والتصدق. شاهدوا عندنا أنه إلا أنت كدير واحد الخير كتصدق به وما عندكش الحق العبادة تردها تجارة، كتحول قصد الشارع. بحالاش راه تعرفوا بحالاش هادي، بحال شي واحد الا صام شي نهار في رمضان ولا تطوع مشى لشي واحد قال له خلصني، ما يمكنش، وانت صمت لله فسلفتو لله، علاش كتقول له خلصني؟ ما تسلفوش، شكون اللي وجب عليك؟ درتها لله خليها لله. اما البيع ما كان بيع شيء بالصدقه، كان بيع باش نربح، انت غتشد لي السلعه ديالي 3 شهور شد لي راس المال، وانا الفلوس خصهم يدخلوا باش نجيب سلعه جديده، عندي الحق نزيد عليك ونزيد عليك تم، وكان قطعوا البيع وشريها تم، وشريتها بست شهور ولا تخلص فوق الطبلة، باش لا غادي نعرف بأن راس المال غادي يمشي ليا، ما مسلكانيش نبيع لك ب5000 درهم، نبيع لك ب7000 درهم. وهذا اجماع الفقهاء على جوازي، ما فيه حتى مشكل، غير ما يدخلش فيه السلف، لأن السلف عبادة، والعبادة لا تحول إلى عادة، بينما التجارة ماشي عبادة محضة، هو عادة من العادات، فالعادات يحكم عليها بأحكام العادات، والعبادات يحكم عليها بأحكام العبادات، ومن قصد تحويل العبادة إلى العادة فقد حارب الله عز وجل. وهذا هو المعنى بشكل مختصر، لأن كاينش وقت باش نفصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عذرا عن المقاطعة، اختيارك لمشاهدة هذا المقطع من غيره فيه أجر عظيم، لأنك بذلك تدعم هذا الخير ليصل لباقي المشاهدين، لكن للأسف المشاهدة وحدها لا تكفي لإخراج هذا الخير من زحمة التفاهة، لذلك فالمرجو منكم التعليق على كل فيديو تشاهدونه ولو بحرف واحد، مع تسجيل الإعجاب ومشاركة المقطع إذا أمكن، والأهم من ذلك اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.